شهد المهندس الموريتاني المفرج عنه من سجن غوانتانامو محمد الصلاحي بالجهود الرسمية والشعبية التي بذلت في سبيل إطلاق سراحه. وقال الصلاحي خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة دفاعه بنواكشوط إن إطلاق سراحه كان ثمرة جهود منسقة بين الحكومة الموريتانية والبرلمان وعدد من المنظمات الحقوقية. بفضل من الله ومن الجهود الجبارة لأناس أخيار أطلق سراحي ورجعت إلى أهلي. إطلاق سراحي كان ثمرة لجهود منسقة من أشخاص خيرين ومنظمات، منها على سبيل المثال الحصر حكومة بلدي وعلى رأسها السيد الرئيس محمد ول عبد العزيز والبرلمان المنتخب وعائلتي وفريق الدفاع والمبادرة الشعبية للدفاع عن معتقل غوانتانامو باي ومبادرة إنصاف والمرصد والمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان واتحاد الحريات الفردية في أمريكا وأمنستي إنترناشنال وهيومن رايت واتش واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة ريبريف وقيادات دينية وثقافية وفنية وغيرها من المنظمات التي لم أتعرف عليها بعد. وقال والصلاحي إنه يسامح كل من ظلمه وإن شعاره لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أنا أسامح كل من ظلمني وشعار اليوم هو لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عسى الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعمنا بالسلام في أرجاء المعمورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.